जनाब, अगर बच्चों को बचपन से ही नमाज, कुरान और इबादत का शौक पैदा हो जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा आने वाला कल एक इस्लामी कल होगा, हमारा आने वाला मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा होगा कि जिसमें इस्लामी अकदार भी होंगे और इस्लामी आमाल भी। जिस तरह से आप सब जानते हैं और यकीनन आप सबको इंतज़ार भी होता है कि हमारे प्रोग्राम में एक मेहमानकारी भी होते हैं, आज जिस मेहमानकारी को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, आपने रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से बेस्ट कारी अवार्ड हासिल किया है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिसमें मिस्र, ईरान, लीबिया वगैरह शामिल हैं, वहां से बेहतरीन कारी का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. मैं दावत दूंगा कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब को के तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। कारी मोहम्मद ज़ीशान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا 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 ما خلقت هذا سبحانك ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ناظرين، آپ نے تلاوت ملاحظہ کی قاری محمد ذیشان صاحب کی. آج کا مقابلہ حسن قرات آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ کو کیسا لگا اس کا آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور جناب اس کا طریقہ وہی ہے جو آپ کو ہادی ٹی وی کی سکرین پہ نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ آج کے مقابلے کے شرکا قرآ کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا ووٹنگ آئی ڈی لکھ کر اسے بھیج سکتے ہیں 03235191414 پر. اور جناب جب ہمارے ان تمام مقابلے کے ونرز جو ہیں پہنچیں گے سیمی فائنل میں اور پھر فائنل مقابلے میں آئیں گے تو تب بھی جناب انہیں یقیناً آپ کے ووٹس کی ضرورت ہوگی کہ آپ انہیں سپورٹ کریں، آپ انہیں ووٹ کریں تاکہ معاشرے میں قرآن پڑھنے کی عادت پیدا ہو سکے، تاکہ لوگ اس جانب راغب ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تقی جواد کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.